أحد أنا عمل فني يجسد أبرز أحداث غزوة أحد بلسان جبل أحد، وهو الشاهد الأبرز على هذه الغزوة العظيمة. كلمات الدكتور حسين كريم أبو حذيفة المدني. أحد أنا جبل أشم محرم، أحد أنا صعد النبي وكلم، أحد أنا جبل بهي معظم، أحد أنا رضي النبي وسلم، أحد أنا شيخ مجل مخاضرم، أحد أنا شهد النزال محت أحد هنا حيث العدو ترنم، أحد هنا حيث النبي تألم، أحد هنا حيث الجهاد يترجم، أحد هنا حيث الجراح تلملم، أحد هنا حيث الجماد تكلم، قفها هنا قفها هنا وتعلم. يقف جبل أحد شيخا جليلا ليعظ زائر الميدان قائلا: حل البكاء زائر الميدان، فهنا بكى نبينا العدنان، دفن النبي أمجد الفرسان، ومضى قضاء إلهنا الديان، وطغى العدو وشج رأس نبينا، كسر العدو ربع الأسنان، مسح الدماء ولا فلاح لما جرى، كيف الفلاح لعبد الأوثان. يرجو الفلاح ولا فلاح لما طغى، ذو الحق زاهق صاحب الطغيان. ثم يكمل جبل أحد واصفا الحوار الذي دار في سفحه بين المشركين والمسلمين: يعلوه بل قال العدو إذا انتصر، خسئ العدو وخاب كل جبان، عزى لنا ظن العدو بها ظفر، خسئ العدو ومعادي الشجعان، فرح العدو بظنها نصر ثأر، خسئ العدو صاحب الشيطان، نصر لنا وعد من الله أبر، خسئ العدو مواجه الطوفان، فتح لمكة قادم وبها نصر، عبدا مجدا صادق الإيمان. ينصرف جيش المشركين إلى مكة، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عن جبل أحد يتفقدون قتلاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة رضي الله عنه. صاح النبي راجيا لقي الجسد، أين الشجاع مناديا أين الأسد، علم النبي راضيا خبرا شهد، وبكى بكاء شاهقا رغم الجلد، أبا عمارة شاهدا رم بأحد، أبا عمارة سيدا هذا البلد، رمبه إني صابر منك السند، رمبه إني شاكر أبد الأبد، رمبه إني سائر أرجو المدد، رمبه لا أرجو سوى رب صمد، رمبه وفق كل عبد قد قصد، طيبا بطابا كل من فيها رقد، رمبه لا تحرم محبا ذا أحد، أحد يحب كل ذي عبد سجد. ثم الصلاة والسلام بلا عدد على النبي الهاشمي لنا سند. وما جاء في هذا النظم غيض من فيض مما شهده جبل أحد من أحداث ومواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ومن ذلك
ابن جبير عبد الله كان أميرا لرسول الله، وأبو دجانة رضي الله عنه أخذ السيف بحق وبدون حيف، مصعب حمل اللواء ونال منزلة الشهداء، وأنس يقتحم الميدان دون الجبل خير جنان، فداك أبي وأمي سعد وأنت ترمي. طلحة بن عبيد الله نال في أحد بشرى، أبو بكر وعمر مع النبي بقيا، وراح علي للمهراس ليغسل وجه خير الناس، وتحرق فاطم الحصير تبلسم جرح خير بشير. وكانت غزوة أحد خير مدرسة خلد الله لنا دروسها في القرآن الكريم إلى يوم القيامة. الرماة ومن هفى عنهم الله عفا، في سورة عمران ظل العفو قرآنا، كل الصحب أهل الحسن فاحذر أن تسيء بهم الظن، صحب قضوا نحبهم ونحن نسير خلفهم، رب ألحقنا بهم ونحن على نهجهم، لماذا فيها قد هزموا يعرف ذلك من فهموا، احفظ هذه الوصية واحذر من الخطية، واسأل الله الجنان وأن تحيا على القرآن، واسأله حسن الختام بمدينة خير الأنام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين.